السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الجسيمات المكونة لكل حالة من حالات المادة. نتذكر من الدرس السابق أعزائي الطلبة أن حالات المادة ثلاث، وهي صلبة وسائلة وغازية. ونحن نعلم أن المادة مكونة من جسيمات صغيرة جداً، وهذه الجسيمات أصغر من أن ترى، وتختلف هذه الجسيمات من حالة إلى أخرى. في المواد الصلبة تكون الجسيمات مرصوصة سوية بشدة، وليس لديها كثير من المساحة لكي تتحرك، وهذا يساعد الجسم الصلب الحفاظ على شكله. أما الجسيمات في السائل قادرة على الانزلاق فوق بعضها البعض، لهذا تستطيع السوائل تغيير أشكالها. لكن في الغاز الجسيمات لديها طاقة أكبر من الحالة السائلة، وتتحرك بحرية مما يساعدها في تغيير شكلها وحجمها بسهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقاكم في درس جديد بإذن الله تعالى.